نعم يا شيخ، هل يشرع الإيثار في الطاعات؟ هل يشرع الإيثار في الطاعات والقربات إلى الله؟ كيف؟ شو له؟ كان يقدم، يكون في الصف الأول فيقدم زميله. قل الإيثار. نعم الإيثار. الإيثار. أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه. لماذا؟ لأنه واجب عليه استعماله. فالإيثار كذلك أيضا، إنسان معه ثوب، ثوب وقد ضاق وقت الصلاة، وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عريانا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانا، هنا لا يجوز أن يؤثر. أما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده، وهو يعرف أن والده إذا فعل به هذا انشرح صدره هذا نعم يؤثره، وإن كان ليس في مصلحة فلا يؤثر. واضح؟